ازاي قضيت يوم العيد؟ مبدئيا كده فضلت مطبقة، يعني ما نمتش خالص. المهم اني عملت كام رسمة بالحنة في ايدي، وطبعا دي الصور، واحدة في كف ايدي من فوق والتانية في الايد التانية، وبعدها صبغت شعري احمر مش كله عشان صبغة المرة اللي فاتت كانت قربت تختفي، وبعدها استحميت عادي وحطيت ماسكات وكل الحاجات دي، وطبعا سهرت وعملت اندومي، وبعدها لبست. كنت اول مره البس فستان في حياتي، اتصلت على لبست عشان نخرج، وبعد كده خرجنا واخدت اختي الصغيره معايا، طبعا فسحت المواد ده شويه، وبعد كده رجعتها لماما عشان نكمل انا بقى، وصورنا انا لبست، وعلى فكره كنا مطقمين الفساتين وبس كده. فعليا ازاي قضيتي العيد؟ وسلام.